احنا معانا دلوقتي لتعليق على الهاتف ست اللواء ايهاب شرشابي، رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره. ست اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. هل تم الانتهاء خلاص من تحديد الاماكن اللي موجود فيها المقالب العشوائيه؟ احنا الحمد لله يعني بتوجيهات من سياده اللواء خالد عبد العال تم حصر جميع الاماكن اللي هي مفروض ان احنا نرفعها ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين المنطقه الشرقيه فيها شركه، والمنطقه الغربيه فيها شركه، المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية منوطة للهيئة. احنا حددنا الأماكن بالكامل، بدأنا فعلا، قدامنا تحدي كبير جدا، ولكن إن شاء الله احنا قادرين على رفع كل المخلفات دي ونقلها النقل الآمن للمدافن الصحية بتاعتها. اشتغلنا في سور مجرى العيون، اشتغلنا في الدويقة، خلصنا سور مجرى العيون الحمد لله وتم المحافظة عليه. يعني أهم حاجة ان احنا ما بنكررش المشكله تاني، احنا بنحل المشكله وما بنسمحش انها تتكرر تاني. ظهر كده في سور مجرى العيون وهو قدام حضراتكم بالكامل، في اي وقت ممكن تعدوا عليه هتلاقوه الحمد لله بفضل من الله ما فيهوش اي تراكمات. دخلنا الدويقه ودخلنا في مكان تعاوننا مع شركه ارتقاء في الدويقه، تعاوننا مع شركه انفيرو ماستر في المنطقه الشرقيه بالكامل. ان شاء الله الخطه موضوعه، واحنا يوميا لو انتم حضراتكم نزلتوا دلوقتي في الوقت ده في الاوتوسترات هتلاقينا شغالين فيه، وشغالين في السلام، وشغالين في كل حته في القاهره لرفع كميه المخلفات دي، وقدامنا فتره قليله باذن الله وننتهي منها باذن الله. طيب سياده اللواء، الحقيقه انه فعلا في شغل يعني كبير جدا، ويمكن انا يعني انا اعتبر نفسي ان انا شاهد عيان عليه، بس خليني اعرف من حضرتك، يعني حضرتك ذكرت انه في شركات بالفعل بيتم التعامل معاها لرفع هذه المخلفات، خلينا نعرف من حضرتك بشكل مفصل اكتر الشركات دي بتعمل ايه، والمناطق اللي بيتم اختيارها كمان ايه معايير اختيارها. طبعا يا فندم حضرتك عارفه ان القاهره متقسمه الى اربع مناطق. المنطقة الشرقية بكامل حدودها دي كنظافة مسؤولية شركة انفيرو ماستر. النظافة احنا عندنا في مخلفات بتستقبل يوميا، وفي مخلفات يعني كانت موجودة، فبالتالي احنا بنشتغل على المحورين دول، بنتخلص من الجديد وفي نفس الوقت بنتخلص من القديم. لما اتقسمت موضوع النظافة ده انفيرو ماستر في الشرقيه، في المنطقه الشرقيه، شركه ارتقاء في المنطقه الغربيه، الهيئه المركزيه للنظافه في الجنوبيه وفي الشماليه، الضغط عن الهيئه خف، فبالتالي الانتاج ظهر في الارض عندنا. الشركات مسؤوله ومعاهم المركزيه بالنسبه للاربع مناطق، الجامع السكني، نظافه الشوارع، وزودنا عليها رفع التراكمات القديمه اللي موجوده في كل منطقه. طيب سيادة اللواء، حضرتك ذكرت دلوقتي انه في تحديات كتير واحنا ان شاء الله قادرين نتغلب عليها، عايزين نعرف حضرتك ما هي هذه التحديات؟ يمكن حضرتك قلت كمان احنا خلاص قريب جدا ننتهي من تحديد كل هذه الاماكن. التحديات ان احنا طبعا انا بتكلم كهيئه، احنا الهيئه بتاعتنا احنا الحمد لله نملك اسطول من المعدات واسطول من العربيات، ان احنا نقدر نحمل بيهم. ده كان تحدي جامد في خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا نصلح المعدات بتاعتنا، ان احنا نصلح العربيات بتاعتنا داخل الورش بتاعتنا. ده اللي الهيئه عملته، يعني العربيات والمعدات اللي موجوده دي ملك الهيئه، يعني ملك الدوله، فبالتالي في تنافس بيننا وبين القطاع الخاص في الرفع ده. احنا بنملك الحمد لله من المعدات ومن العربيات ومن الفنيين اللي يعني إعادة إصلاح المعدات دي، لأن عدم وجودها هرفع الكلام ده كله إزاي؟ صحيح. فكل المعدات اللي قدام حضرتك دي ملك للهيئة، الحمد لله بفضل من ربنا تم إصلاحها وبيتم صيانتها داخل ورش الهيئة. هو ده التحدي اللي كان قدامنا، إن إحنا هنرفع التراكمات دي إزاي من غير المعدات دي. فالحمد لله بإصلاح المعدات، تدريب السواقين، التعامل مع سور مجرى العيون بالذات ده كان تحدي كبير جدا، ازاي ان انا ادخل معده هتتعامل مع سور تاريخي بدون انها تاثر عليه. صحيح. فده كان عايز سواقين بشكل معين، معدات بشكل معين، بحيث ان احنا ما نقدر يعني ما نوقعش السور لا قدر الله، والحمد لله انتهينا منه. فده كان التحدي اللي قدامنا، اللي هو المعدات اللي نرفع بيها الحاجات دي، والحمد لله قدرنا عليه. طيب سياده اللواء، دايما الحقيقه احنا بيبقى فيه اهتمام بفكره الجداول الزمنيه.
هل في جدول زمني محدد وخطة زمنية لإنهاء ورفع هذه التراكمات؟ وده إنه أتكلم على محافظة القاهرة تحديدا، وهل في خطة أخرى إن الخطة دي تعمم كمان في كل أنحاء مصر؟ احنا بالنسبة لمحافظة القاهرة، احنا أول كانت المشكلة اللي بتقابلنا الأول الأماكن فين، حددنا الأماكن وشغالين في الأماكن. الحمد لله معانا إمكانيات، معانا معدات، معانا عربيات، معانا شركتين شغالين في الأرض كويس جدا، انفيرو ماستر وارتقاء، فبالتالي الخطة موضوعة. احنا بنرفع يوميا، انتوا لو مشيتوا في شوارع القاهرة دلوقتي في كل مكان هتلاقوا فيه معدات شغالة، وفي مشاريع برضه شغاله اللي هو بالنسبه للكباري، بالنسبه للطرق احنا ماشيين الحمد لله ماشيين جنبها. برضه في مخلفات بنرفعها اول باول بحيث ان المظهر الحضاري يظهر. يعني ممكن في خلال 3 شهور ان شاء الله نكون مخلصين على المقالب القديمه دي كلها باذن الله. طب ولو حد يا فندم، لو في مواطن او حد كان ماشي في احد شوارع القاهره وشاف يعني تراكمات 100، اتفضل الرقم 152 64، وحضرتك الرقم ده الخط الساخن للهيئه 152 64، مش مخصوص بالنظافه بس، لا ده نظافه والتجميل والاناره. احنا بنستقبل كل الشكاوي. لو عمود واحد مطفي، لو عمود واحد مطفي المواطن يبلغنا في 152 64 فورا هنصلحه. لو شجره عايزه تتألم، لو في مكان اخضر اهمل، تمام، يبلغنا في 152 64 فورا فورا هنكون متواجدين. رقم تاني يا فندم بعد اذنك، 152 64. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره. بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات والمعلومات.